تخيل تصحى في يوم من النوم تلاقي مبلغ لا يمكن انك تتخيله ان هو موجود في حسابك في البنك، وانت مش عارف الفلوس دي جت منين. مبلغ حرفيا ممكن يقلب لك حياتك ويضمن لك مستقبلك ومستقبل احفاد احفادك. تفتكر ساعتها ممكن تعمل ايه؟ هو ده بالظبط اللي لقاه زوج وزوجة من امريكا في ولاية لويزيانا. عاوز تعرف القصة؟ تابع الفيديو ده للنهاية. زوجين في امريكا في ولاية لويزيانا تعرضوا لاكبر صدمة ممكن يعيشوها في حياتهم لما صحيوا في يوم من الايام وشافوا الحساب البنكي بتاعهم. الزوجين لقيوا ان في مبلغ 50 مليار دولار في حسابهم عن طريق الخطأ. ما يعرفوش الفلوس دي بتاعت ايه وبتعمل ايه معاهم. القصة بدأت زي ما قالت شبكة فوكس نيوز لما البنك عمل إيداع في حساب الزوجين، المبلغ الضخم اللي يعتبر أكبر من ميزانيات بعض الدول، وده طبعا عن طريق الخطأ. دارين جيمس صاحب 47 سنة قال إن هو لما وصل البيت بتاعه في مدينة بولاية لويزيانا يوم 12 يونيو اللي فات عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي ده اللي في الحساب بتاعهم. المبلغ ده بعد ما اتحط في حسابه اتقلبت حياة جيمس 180 درجة، لأنه بقى في المركز 25 في قائمة أغنى أغنياء العالم، وده وفقا لتصنيف مجلة فوربس. قال كمان جيمس وهو مستغرب في تصريحات صحفية للإعلام المحلي هناك في الولاية إن الفلوس دي كلها هو ما يعرفش هي جت منين. كمل كلامه كمان وقال إن هو كل اللي كان بيفكر فيه هو ومراته هو الشخص اللي هيجي يخبط على باب بيتهم علشان يسترد الفلوس دي، لأنهم ما يعرفوش أصلا أي شخص عنده المبلغ الضخم ده من الفلوس. أكد كمان جيمس هو كمان شغال ضابط في شرطة لويزيانا إنه ما يفكرش أبدا ولو حتى لثانية واحدة إن هو يحتفظ بالمبلغ الكبير ده. الغريبة بقى انهم كانوا عارفين ان الفلوس دي مش بتاعتهم وما كسبوهاش في اي حاجة، وعشان كده ما كانوش يقدروا ان هم يتصرفوا بيها باي شكل من الاشكال. وطبعا لان جيمس كان ضابط شرطة فعارف ان هو لو اتصرف في الفلوس دي ان دي حاجة مش قانونية، ممكن كمان تعرضوا للمساءلة القانونية، ولكنه اتمنى ان كله قريب غني هو اللي حط له الفلوس دي. طبعا الزوجين عملوا الصح بعدها واتصلوا بالبنك، واللي فعلا البنك قام باصلاح الخطأ ولكنه رفض يقول لهم تفاصيل الخطأ بالظبط وايه اللي حصل في الحساب. استغرق الموضوع ده حوالي 4 ايام وال50 مليار دولار اختفوا بالفعل من الحساب. اخطاء صغيره في البنوك ممكن تشقلب ترتيب قائمه اغنياء العالم وتقلب كمان حياه ناس 180 درجه. فتفتكروا انت لو مكان العيله دي واتحط في حسابك 50 مليار دولار هترجعهم تاني للبنك ولا هتعمل ايه؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.